مارون هي أصل وجودنا، وانتمائنا لمارون هو انتمائنا لوطننا. وإذا ما كنا منتميين لمارون ولأرض مارون ولتراث مارون ما بيكون عندنا انتماء وطني. نحن فلاحين وملكين وعندنا ملك وعايشين بملكنا، بنفلح وبنزرع وعايشين، مش بحاجة لحدا. وعيت على هالسهل رايح جاي على الفلاحة وعلى الرجيد وكل شيء، فلاح من فلاح. ضايعة مارون مقاومة وبتحب المقاومة وبتموت في المقاومة، وكل ولادها بالمقاومة. كل ابناء مارون الراس، وهي نقطة الارتكاز مارون الراس. راحت مارون الراس راح نص جنوب. انه بس تنقال انه انت من مارون الراس، يعني هيدي البلد اللي انحكى فيها عبر العالم، اللي كانت بالبداية مجهولة. يعني اذا بتبعد عنا 20-30 كيلومتر تقول له من مارون يقولوا لك وين بتوقع. بينما هلا اذا بتحكي بامريكا وباستراليا وبالمانيا وبكل دول العالم، هلا مثلا بيذكروا مارون الراس، لا صارت بلد معروفة. صارت بلد معروفة، صارت مقصد. مارون كانت أكثر العلاقات تربطها مع فلسطين، وكانوا أهل فلسطين وخصوصا القرى المجاورة بالجليل على صلة طيبة كثير بأهل مارون، وكان في تواصل وعلاقات صداقة وعلاقات محبة بين أهل مارون وبين أهالي قرى الجليل المحاذية لمارون. إحنا هون بلادنا، هياها أنت جارنا، إحنا من الجليل وخلقت هون، انا خلقنا هون. شو بدي اقول لك، بشعر بحس روحي بدها تطلع لما اشوف بلادي وما قادره اعمل إشي، ما قادره ادافع عنها. هن اللي جابوهن لما من جميع انحاء العالم، ضبوا اليهود وجابوها وقعدوها ببلادنا، واحنا حدنا وما قادرين نعمل إشي. جار بلدنا هذا العدو الصهيوني، حدودنا على حدوده، والسهل مقارب مباشره على تماس مع شريط العدو الاسرائيلي مع ارض فلسطين. طب الفلاحين اللي ينزلوا على سهل لحتى يشتغلوا بسهولهم، كانوا لما تمرق الدورية الإسرائيلية مضطرين يهربوا لأنه يصيروا أوسع عليهم. إسرائيل عملت العمايل، مش عملت أول شيء. نحن لما كنا ننزل على السهل لعنا 500 متر بدك تضلك بعيد عن الحدود. إجي لقيهن في سهل بيقولوا لها خلطة زيتون، إجي لقيهن رقدين بقلبي، بقى يفوتوا اللي بدن إيه، بقى تمرق والأولاد ما يسترجش يمرقوا، كل ما تمرق دورية يبلشوا، مش بدن يقتلوا العالم، يخرعوا العالم، يلا واسق واسق. أنا مرة والله عم بقطف، قاعدة بقطف هيك، بدنش يقتلوني هن، اللي بدن يقتلوني قريبة على الشريط. نحن كنا جابوها الرصاصة بالسطل، حملت حالي وطلعت. عقل هو الضيعة الحدودية، يجي الكمادس بالليل نكون بالحالة تحت، يجوا لنا ياخذوني. أنا زلمي قاعد ببيت، بدو يجي الإسرائيلي أمتى ما بدو، بدو يسحبني ياخذني من بيتي. أم عندي أرض عم بزرعها، ممنوع أقرب على أرضي، هو بدو يزرعها ويستحسنها ويعمل اللي بدو إياه فيه. معقول يعني الإنسان يعني بدو يكون لهالمرحلة هذه، ما إنه مسطل ما بيعرف الظلم من الحق؟ فالناس عاشت حالة هذا الرعب، انه هذا جيش قادر يفوت يحتل عدة دول عربية او يواجه عدة دول عربية. فمن الطبيعي انه هذه الحالة النفسية تعيشها الناس. ففعلا كنا انه والله في ناس كتير تخوف ولادها انه والله بيجوا لك اليهود، اسكت. يعني اذا ابنه عم يبكي تقول له بيجي لك اليهود.
مرون من حيث الموقع بتتميز بجمالية كونها أعلى قمة بجبل عامر، ترتفع ما يقارب 950 متر عن سطح البحر، وما في جبال بمحيطها. يعني هلا في مناطق تلاقيها يمكن بهذا الارتفاع، بس في مناطق بمحيطها بتكون مرتفعة بتسكر عليها، بينما لا مارون انه توقف فيها بتشوف على مدار 360 درج، يعني بتشوف لحدود الاردن، بتشوف جبل الشيخ، بتشوف الجولان، من منطقه مارون بتشوف لمنطقه صور البحر لحدود الناقوره، قربة من مركز القضاء مدينه بنت جبيل بتحدها مباشره من ماله الغرب. عندنا كمان ضيعه يارون بتحدنا كمان من الغرب بجنوب، عندنا من ماله الشرق بتحدنا شوي عيطرون، عندنا طول الحدود الجنوبيه بتحدنا فلسطين المحتله. هذا المحيط الجغرافي اللي هو لمارون الراس. على أثر 72 وأول مرة مشاهدة العدو الإسرائيلي بشكل مباشر على أرضنا، يعني بسرب الدبابات أو بأرتال الدبابات اللي كانت عمالة بتمشي على طرقات الإسفلت عندنا بقلب المنطقة. هذه الحالة مثل ما قلنا أنه يعني حالة دائمة مش مستجدة، بشكل يومي عمالة بتعيش. هلأ الحالة اللي أكثر صرنا نشعر فيها بعد ما صار في قوات سعد حداد بالمنطقة، بعد ما سعد حداد تعاون مع العدو الإسرائيلي وبلش ينشئ جيش بالمنطقة. نحن كنا شوي بعاد عن المنطقة، كان في نوع من الحياد لبلدة مارون الراس، بس كان في بجيراننا مثل رمايش وعينبل كان فيهن قوات لسعد حداد، وبنت جبال كان فيها للمقاومة الفلسطينية. كان القصف نضلنا نتفرج عليه نحن وإطلاق رصاص بشكل يومي. إنه بلد كانت محايدة عن الأحزاب وعن بحالة عايشة، لا فيها فلسطيني ولا فيها حدا. قاموا عملوا لعب اليهود بهذاك الوقت، وطلبوا من تعول جيش كان يتعامل مع إسرائيل إنه بدهم يطلعوا على مارون. بالثمانية وسبعين قامت دخلوا الكتائب على مارون، طلعوا الكتائب وخربت الدنيا. ظلوا يمكن يومين، مثل يومين، وطلعت الحركة الوطنية والأحزاب بنت جبال، وأهل الضاعة تشتتوا. إشي راح على يارون تشتتوا، بيعثرون بيارون، اسم منه أخذوه الفدائية واسم منه أخذوه الكتائب. ورا عنا شهداء وقتها بالبلد ما يقارب 5 شهداء نتيجة هذا الحادث، ومن النسوان تنتين قتلون ودبون بقلب البير، أما لمرتي واحدة منه وقربت بنت عمي بقولوا لها أم رعد عندها ولد يا حرام، ودبون بالبير. وفي 2 عسكرية ولاد خالتي حيدروا علي كانوا بالجيش. تهجرنا على منطقة قريبة بمحيط تبنين وبير السلاسل، وباعتبار انه هذا الموضوع يمكن ينحل بفترة قصيرة، ما 15 يوم وحصل الاجتياح 78 اجتياح اذار. تركنا مارون بالثمانية وسبعين، فرقة من أهالي مارون كانت موجودة بيارون، وأغلبية أهل مارون، يعني بدي أقول لك 98% من أهل مارون تركوها، لأنه صار في معركة وما عاد في أمل بالحياة فيه. اللي بقيوا فورا تعاملوا مع إسرائيل بشكل أنه ألغوا انتماء لمارون، ألغوا علاقتهم بأهل مارون، صار ابن مارون عدوهم. يعني هذا مثل اللي بيسموه الاستعمار الغير مباشر، انه بيجيبوا لك واحد من بلدك بلبسوه بدلتك وبيخلوه هو يحكمك بس ولكن بقرار منه.
فبتصور هذا المنطق اللي كان موجود عندهم انه تعاطوا مع ناس مثل سعد حداد او غيره بالمنطقه على اساس يحكموا البلد بهذا العنوان. هيدا مارون ما بلدنا ما نهدوه، شافوها هاو العملاء اللي كانوا مع اليهود شافوها بالغومي، شافوها حطوا الغومي شويه باجي قد هيك عمرتين كانوا في تحت وطيت ثلاث اربع اوض هدوهن على بعضهم. كمان قعدنا نعزل من بيت لبيت لبيت من ورا اليهود ومن ورا عملاء اليهود. لما صار الاجتياح الثاني ب 82 كانت الناس اكثر شيء متحمسه انها ترجع على مارون. يعني ما صارت هاي المنطقه وبيروت نفس الشيء، يعني الاسرائيليين صاروا موجودين ببيروت وصاروا موجودين هون. ففي قسم من الناس حاول يرجع على البلده ومنهم اهلي وقتها حاولوا يرجعوا على طيب. هلا رجعنا على البلد يعني كمان طلع غير مرغوب فينا، بتعرف بيحصل فيه احيانا يمكن وزوزات مثل شو بسموها، او في سمعه انه انت منك من الناس اللي ممكن توالي هذا الخيار اللي هو موجود هون. فرجعوا كمان، بس رجعنا ب 82 رجعوا اجى قرار قال من الاسرائيليه انه ممنوع انتم تسكنوا بالبلد. العالم فيش حدا، فيش الا اني اول ما اجيت اني واخت اني وخي على هالبلد وكل عملاء هون وهالبلد كله برا. يعني اجينا مخاطره يعني ملكين نحن واجينا إلا بنشتغل بقى عايشين. والله نصابت شادر على البيدر، واحد بيشتري ينام هون بهيك الوقت اعوذ بالله. نصابت شادر على هالبيدر ولا عمرنا هالبيت، وانا عمرت بيتي بايدي. يعني اي واحد بده يدخل او يطلع من المنطقه بدك معامله، يعني بدك تصريح، ولا تاخذ تصريح بدك تروح على المراكز تبعهم وبدهم يعرضوا عليك العمالة وبدك تجيب لهم معلومات، وهذه الضغوط اللي بيتعرض لها إذا بك تظهر وما بدك تجيب لنا شيء أهلك هون بينطالوا بيتك بينتسف. كل هذه التفاصيل يعني مين بده ياخذني على الحبس أو مين بده يحقق معي؟ الإسرائيلي، بس الإسرائيلي ما بياخذني وما بيجي وراي، هو بيبعث ابن بلدي لحتى أحقد عليه أكثر وتتكرس هالأفكار الحاقدة عندي اتجاه ابن بلدي. كان جحيم وعادي عروس كانوا حاكمين الزهران يا زلمة، حاكمين أصلا كل المنطقة هون مش بس مارون، حتى بنت جبال حتى عفارون قرطة عملة وحشاشة وبيتعاملوا مع إسرائيل وبيجندوا العالم بالقوة وتحت السلاح وتحت القتل. اتولنا بسنة ال 85 وتهجروا الاهل، كمان رجعوا ابعدوهم من هون على بيروت. قعدنا بمعتقل الخيام ما يقارب 11 سنة. طلعنا بسنة ال 96 بعملية تبادل بالاسيرين اللي اخذوهم بمنطقة كونين. يعني انا شغل التعليم، انا مدير بمدرسة مارون الراس، متعاقد بثانوية بنت جبيل، عندي ساعات بدي انزل اعلمها، بدي اتحرك انا بالسيارة، بدك مرافق. أحيان كثيرة كنت اضطر أخذ مرتي مرافق أو أخذ ولد من أولادي مرافق، وأحيان كثير كنت جازف بدون مرافق وعرض حالي للقتل. بأثناء لما أنا رحت على بيروت هربت اعتقلوا بي هون، بعض أحد الشوفاري اللي كانوا يشتغلوا على الخط من هون ويعطون تسريح غير قالوا له لك تروح تجيبه وهو بيكون خالي من سكان الضيعة. هلا راح لعنا على البيت عوادي ابو جمال قال ولا اخذوا بيك ما حيفلتوا بيك لا تطلع. هلا قمت انا عصبت وعيطت وكان في عندنا مكتب للحركه تحت، قلت له ليك هي انت تحت قسما بالله بجيب بخليني يضلوا يقتلوا فيك لا الله. قال لي انا شو قصدي يعني متهم اني انا عربتك شو العلاقه اني جاي بلغك. عود قلت له طيب يا خالي عود والله بيدبر
بتروح بتقلها ان شاء الله بتهدوا البيت عروس صحابه اللي عن ابوكن ابو اللي جابكن على بلادنا وانسوا الامر. قعد بيش يومين ثلاثه وفلتهم. يعني انا بقول لك كنت انا اطلع من بيروت اجي على منطقه السلطانيه او على ظهر قلعه تبنين لانه من هذيك المنطقه بقدر اشوف بلدتي مارون الراس. اجي بالنهار اطلع اقعد هنيك اتفرج على البلده وارجع بس هيك احمل حالي وارجع انزل على بيروت. انه هيدا العشق اللي عندك للضيعه يعني ما ممكن حدا ينسى ارضه ووطنه والمنطقه اللي ربي فيها وطفولته. يا من اجت المقاومه ما انت بدك تدافع عن ايش بدك تدافع؟ بدك تدافع عن ارضك وعن عرضك وعن حياته الواحد اللي بده يعيش بحريه ويعيش بكرامه. انا كان عندي ولد وهذا اول شهيد الشهيد حسين. عم بيقول لي مره يا امي بيقول لي شايف الواحد الموت اهون من هالظلم هيك. قلت له كيف يعني؟ قال لي انا بدي اروح مع الشبيب. شو بدك بهالشغله؟ قال لي يا امي قولي لي الله يسهل عليك خليني اكون راضي وخليني راضي. راحوا يومتها بعمليه الدبش. رهانك على المقاومه افضل من انك تبقى مذل. هي واحد. اثنين، او بتراهن على مقاومه تحرر او افضل لك تموت. وموت بشرف احسن ما تبقى بذل. وظلت حرقه هي فتره الاحتلال على كل واحد من ضيع. بتحسروا على ضياعهم، بتحسروا على بلادهم. لا اجت المقاومه وعملت اللي سبحان الله قدر عليه. هذه كانت الحمد لله رب العالمين انه حسينا هذا التحرير رجع احيا بنفوسنا هذه الطفوله وهذا العشق وهذا المحبه للارض وللوطن. والحمد لله هلا نحن هينا مثل ما انك شايفنا رجعنا استقرينا بالضيعه. بالاول كانوا يطلعوا لنا على البيوت ياخذوا الواحد اي ساعه بده. هلا لا ما عادوش يسترجوا بفضل المقاومه عنا. كان رجال الله على الارض. وعندنا السيد حسن هو قائد الامه الاسلاميه والسيد علي. هو قواد الامه الاسلاميه. وما بنخاف شو بيقولوا لنا بنمشي. المقاومه بتكفي صانه العرض. صانه الارض. صان يعني شو قد اصلان قد ما عبر مش راح فيني كافي. نزف الدم. على القليل صرت اذا بنام ببيتي نام ببيتي انا مرتاح. بيحكينا عن ارهاب وعن سحب سلاح المقاومه يخيط بغير هالمسله. هذا سلاح ما بينقام طالما ما عندك دوله عادله، ما عندك دوله قادره، ما عندك جيش قادر على مواجهه الجيش الاسرائيلي. ما تفكر حدا في إيه مسلاح المقاومة بعد 100 سنة ما يفكروا بهذا التفكير. هذا قناعتنا نحن أهل جنوب. الله يخلي السيد حسن نصر الله اللي مخلينا نشم ريحة بلادنا ونشوف نيجي ونشوف. بس إن شاء الله منطلب منن إن شاء الله. أول شيء إحنا منبارك له بقربت المناسبة التحرير منهني ومنبارك له منقول الله يطول عمره وإن شاء الله يسعدنا ويسندنا لو ناخد جزء من هون من الجليل من أرضنا ومن بلدنا. الله يخلي لنا إياه ويساعدنا.